من قتل وتهميش لدورها بسبب الأنظمة الحاكمة والتي كانت مهيمنة على إرادتها وقوتها من خلال وضعها داخل قفص العبودية للذهنية الذكورية المتسلطة الهيمنية منذ 5000 سنة. ورأينا الاستغلال الذي حل بالمرأة ضمن الحرب التي اندلعت في سوريا، وخاصة الاستغلال اللا أخلاقي واللا إنساني الذي حدث ضمن عدة مراحل مهمة. هي المناضلة لأجل حرية كافة نساء العالم، كما أنها قامت بحرق ثوب العبودية وارتداء ثوب الحرية، وكما أنها قدمت الآلاف الشهيدات في سبيل حريتهن، أمثالهن الشهيدة سكينة جاسس، والشهيدة إلينا مركام، والشهيدة إفستان خابور، والشهيدة إبرين خلق، والشهيدة بنيتان، والكثير منهن، لتتجدد في 8 من آذار تاريخها النضالي في كل عام في أرض ويذكر شهيداتنا الطبيعيات ثورة الكرامة وثورة الحرية، وأصبحن رمزا للتضحية والنضال. وباسم اتحاد المرأة الشابة ومن وسط مدينة منبج نجدد عهدنا لكافة نساء العالم، ونقول لهن أننا سائرون على طريق الحرية. تكون يا سمينا ومتى تصبح صبارا، هو الربيع الذي يرسم ملامح الولادة الأنثوية بكثير من الجمال. باسم كل امرأة تجرعت الصبر بحب كي تستمر وتنتصر، باسم المرأة نحتفل اليوم بيوم المرأة التي ستبقى دائما نبراس الأمم وحياة الحياة. يفيض محبة يروي ودادي، فما أحلى التلاقي يا أمانا يخيم في عناقات الأيادي. تبسم ثغره فلمحت فجرا يضيء العمر ينسيني سهادي، ونكمل عمرنا الآتي حنانا. وأني أريد البقاء مطمئنة بوهج السعادة التي انتزعتها من عيون الحياة عنوة. أيتها الأرض المذعورة، أردت الحب فأعطيتنيه، لماذا تعاودين رجم الهواجس في من جديد؟ لماذا تفسحين المجال لشفاه الموت؟ عندما أتزوج وأنجب طفلة أعدك سأشتري لها دمية بحجمك، يقطب حاجبيه ممتعظا، أهز كتفي وأكمل الطريق. في الشارع عجوز مسكينة تناديني باسمي، هيام هيام هيام. أسأل نفسي، ترى كيف عرفت أني هيام؟ أتراها تعرفني؟ أقترب منها رويدا رويدا فتسألني، لما لا تزوريني يا ابنتي؟ ألف، السؤال الأول، ما اسم صغير الأرنب؟ خرنق، دقفل، جرو. القرع. جواب صحيح. أغنية حب لوردة جورية، أم أرجوحة طفلة تحلم بالشمس الذهبية، أم كرة نار عنفوانية، أغنيك لحن استيقاظ على شفة الإنسانية. I'm